أحبتنا أسعد الله مساءكم. أحييكم في هذا المساء العمّاني الطيب، وأرحب بكم في حلقة جديدة من عين على المشرق، ننقل فيها ما يدور على الساحة الأردنية كنسياً إيمانياً إنسانياً. وطنيا ناتي اليكم في هذا المساء لنتحدث في موضوعه التشريع الديمقراطيه المواطنه الدور الذي تلعبه الحياه الحزبيه والسياسيه في شاننا الانساني الشخصي والوطني. ثم سوف نلقي ضوءا على هذه الممارسه التي من شأنها ان تحسن الخير العام لاجل مصلحه الوطن والمواطن. وعندما نتحدث من نورسات الاردن. نحن نتحدث من وسط المشهد الوطني والمشهد المسيحي نحن كمسيحيين في وطننا الاردني الغالي العزيز نحن نعتز بانتمائنا الوطني وباردنيتنا وبتجذرنا في هذا الوطن في ترابه تجذرنا في تاريخه تجذرنا في مأسسته وتجذرنا في ان نكون اوفياء لشعار نرفعه في الوطن الله والوطن والملك احبتنا المسيحيون الجماعه المسيحيه الاردنيه تعتز بان لها دورا يفوق أضعاف أضعاف نسبتها في العدد، وهكذا فنحن مطلوب منا أن نعيش الشهادة المسيحية، نحن نتمثل قول المعلم الإلهي أن نكون ملح الأرض. إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ المسيحيون في وطننا يبعثون بنكهتهم في المجتمع. وتتمثل هذه النكهة في الحياة السياسية وتتمثل في العبدلي في مجلس الأمة، مجلس الشعب، البيت الديمقراطي، بيت التشريع، البرلمان. هناك نرى عددا من ابنائنا المسيحيين واخوتنا الذين لهم باع في دور سياسي ناشط من اجل خير الوطن والمواطن فهناك مسيحيون بحسب القانون في عضويتهم في البرلمان الاردني في هذا المساء يسعدني ان ارحب بضيفي في هذه الحلقه وهو المهندس الذي عرفناه واختبرناه والذي هو واحد من أبناء كنيستنا المخلصين الملتزمين رحبوا معي بالمهندس عضو مجلس النواب الأردني العشرين جهاد عبوي أهلا, أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم أبونا شكرا على تلبية هذه الدعوة أهلا جهاد بك مساء الخير نحن أبونا نحن سعداء خير. بك وفخورون بأنك أنت تحمل هذا المنصب تحمله بجدية أنت الأردني وأنت المهندس وأنت ابن الكنيسة الذي ما غاب يوما عن دوره كابن لهذا الكنيسة يا مرحبا أشكرك أشكرك أبونا يعني مبروك يعني المنصب شكرا يبارك فيك أبونا يعني بعد هذا الكلام يعجز الانسان ان يتحدث بعد حديث ابونا نبيل خور الوطن الكل يعرف بان ابونا نبيل هو ممثل لكل الاردنيين كافه ونحن في هذا المساء نشكر اولا جميع المشاهدين في الاردن وفي لبنان وفي كافه الاماكن ونشكر قناه نور سات على هذه الاستضافه ويا بك ابونا شكرا شكرا مبروك <applause> المنصب شكرا يبارك فيك ابونا آه متى قررت انت يعني آه بعد ما وجدنا وراينا آه قرارات آه مهمه آه عبرت عن اراده الملك والشعب نعم. في التحديث السياسي متى قررت انت انك تنزل آه للنيابة يعني ليس هنالك فرصة أفضل من هذا الوقت للدخول في معترك الانتخابات النيابية لا. لا. خصوصا بعدما سيد البلاد جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني أطلق مسيرة التحديث السياسي لا. وهذه المحطة الأولى في مسيرة التحديث السياسي فهذا القانون كان كما هو معلوم للجميع لأنه لا. هنالك قوائم محلية وقائمه وطنيه واحده تشمل 41 حزبيا نعم. وان شاء الله في المرحله القادمه في 28 سيكون هنالك اكثر بحوالي 67 بالقائمه 67 نائبا حزبيا وفي المرحله الثالثه والاخيره سيصبح معظم مجلس النواب هو حزبيين فهذا نعم. الوقت المناسب للخوض وكوني انا حزبي منذ فتره طويله وانا كنت من مؤسسي حزب الخضر الاردني البيئه ومن امينه العام السابق ودائما منخرط في العمل الحزبي فليس هنالك فرصه كانت افضل من هذا الوقت للانخراط والدخول في معترك الانتخابات النيابيه وربنا وفقنا الحمد لله بهذه الانتخابات لله. الحمد لله والف مبروك يبارك فيك بس مهندس يعني عندما يترشح في قائمه حزبيه شخصيه زي حضرتك هذا بدها جرأة بدها شجاعة بدها تعب ولكن أيضا بدها ثقة الحزب اللي أنت فيه حكينا يعني إحنا بدناش نعمل دعاية لا حزبية لا ولكن كيف العملية بتكون يعني مش شيء سهل إن أن تنال أنت قبل الوصول إلى نيل ثقة الشعب وأصواتهم أنت نلت ثقة زملائك يعني في البداية شكراً أبونا على هذا السؤال كل حزب قام بعمل لجنة لانتخاب أو لتصفية العدد الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام نعم. أو في الانخراط في الانتخابات النيابية وأهم ما كان في هذا الأمور هو كانت المرجعية لكل شخص في عمله السياسي وعمله الحزبي وسيرته الذاتية بشكل عام نعم. وتقدمت أنا وزملائي إلى هذه إلى الحزب والحزب بدوره حول هذه الأسماء إلى لجنة وهذه اللجنة قامت بدراسة كاملة على الأشخاص واختارت بأن أكون أنا ممثلا عن المقعد المسيحي من ضمن القائمة الوطنية بشكل عام على مستوى الوطن القائمة ضمت دمت. 41 اسم 41 اسم نعم أه والمسيحي للمقعد المسيحي. نعم، هنالك 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 اثنان في كل قائمة نعم. للمسيحيين مقعدين في نعم. القائمة الوطنية نعم. وهنالك للشباب مقعد وليس كوتا وللمرأة مقعد وليس كوتا وهنالك كوتا للشركس أو الشيشاني عدد واحد نعم فكنت أنا من ضمن هذه الكوتا المسيحية ضمن القائمة الوطنية على مستوى الوطن ضمن قائمة حزبنا وحزب حزب التيار خطها باسم اسم تيار الاتحاد الوطني الديمقراطي الأردني يعني أنت كنت على قائمة من واحد واربعين عن المقعد المسيحي كم واحد من قائمة الوطنية نجح من عند ثلاث. ثلاث ثلاث اثنين نجحوا آه تنافسيا او الرقم واحد ورقم اثنين وانا فز عن عن المقعد المسيحي ما شاء ثلاثة. الله الف مبروك الله يبارك فيك أمبرو. واحنا واحنا كنا فرحانين فيك واحنا أحنا أكثر. انت جهادنا احنا ف... <applause> للاخرين جهادهم وانت جهادنا نعم <applause> أشكرك. اشكرك نحن آه سعداء بك آه مهندس جهاد انت انخرطت في العمل الحزبي وانت كما ذكرت وانا يعني بحب أن أوضح أيضا وأسلط الضوء على أنه أنت يعني أنت حزبي متمرس واشتغلت في العمل الحزبي العمل السياسي ومش بس السياسي السياسي البيئي بيه. يعني آه شو هالخلطه هاي ما بين السياسي والبيئي يعني وانت مهندس انت مهندس مدني هيك؟ نعم نعم مهندس مدني مهندس مدني وبيئه <applause> ما شاء الله عليك يعني البيئه البيئه بشكل عام ابونا في جمعيات كثيره موجوده كان بالاردن او بخارج الاردن نعم جمعيات بيئيه كثير تهتم بالهم البيئي لكن اذا اردت ان يكون العمل مؤطرا وقويا نعم وذو فعاليه نعم يجب ان يكون مؤطرا في عمل سياسي نعم واقواهم هو ان تكون العمل البيئي في حزبي فكما ارتأينا وشاهدنا الأحزاب الخضر المنتشرة في العالم وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي الغرب بشكل عام ومدى تأثيرها ولدرجة أنها شكلت حكومات في ألمانيا وفي أمريكا هي بيضة القبان ل... ل... كان للجمهوريين أو الديمقراطيين فارتأينا أن يكون هذا العمل البيئي هو عمل مسيس فأسسنا هذا الحزب ليكون العمل البيئي أقوى واستطعنا في ذلك الوقت ان نعمل مع الدوله والحكومه بامور كثيره ومن اهمها كانت مطالباتنا بان يكون هنالك وزاره بيئه وتمت ان وجدت وزاره بيئه وهنالك شاركنا في اول قانون اول قانون للبيئه في الاردن وكمان شاركنا وكنا دائما في دراسة الأثر البيئي لأي مشروع على مستوى الوطن كان لنا كحزب خضر أردني أن يكون لنا ممثل في دراسة الأثر البيئي فأضطرنا هذا العمل كله في هذا العمل السياسي وكان أقوى وعملنا على مصنع الإسمنت في الفحيص وعملنا على عدة محاور في البيئة والآن يعني ليس وقته في, في عام 2009 اندمج ثمان احزاب وشكلنا تيار قوي كبير هو التيار الوطني الاردني ومن ثم اندمجنا مع حزب الاتحاد واصبح تيار الاتحاد الوطني والان اسمه حزب الاتحاد الوطني الاردني. انتم بداتم الدوره العاديه وتم افتتاح الدوره العاديه وجلاله الملك وجه خطاب الى في هذا في هذه المناسبه. وكنا نحكي تحت الهواء انه كان كلام جلاله الملك واضح، ما هي ابرز ابرز ملامح ومحاور التي جاءت في خطاب العرش اللي ياتي لاول برلمان حزبي نعم في احزاب نعم شكرا ابونا انك نوهت انه هذا المجلس هو اول مجلس ياتي بعد منظومه التحديث السياسي نعم وهو اول برلمان او مجلس نيابي ياتي بعد انتخابات حزبيه صريحه نعم وسيدنا دائما بخطاباته لكن اهمها دائما خطبه العرش يضع فيها السياسة بشكل عام للبرلمان وللنواب وللع... وللأيان وللحكومة بشكل <applause> عام فكان هذا الخطاب في هذه المرة خطاب خطبة العرش قوية وركزت على مفهوم وطلب من كافة النواب أن يمارسوا دورهم التشريعي والتشريعي والرقابي بشكل مباشر محتكمين إلى منهج والى بنود الدستور الاردني بشكل عام وكما ركز على تمكين المراه وركز على تمكين الشباب وذلك كان كله من ضمن المعطيات اللي هي منظومه التحديث السياسي فنرى بان هنالك في مجلس النواب الحالي لا يقل عن 23% بالنسبه بالمراه ممثله ونجد هنالك عدد من النواب عندنا عمر شباب عمرهم حتى من هم اقل من 30 يعني من 25 الى 30 سنه موجودين ضمن صفوف اعضاء مجلس النواب كل الرجل. هذا من ثمار من ثمار الت... منظومه التحديث. التحديث نعم يعني الشيء اللي اللي بيطرح نفسه الان او السؤال اللي بيطرح نفسه هو ان العمل الحزبي بالاردن متدرج نعم والان زي ما تفضلت الان في 41 الان في المحطه الاولى نعم في المحطه الاولي وال و28 راح يكون 65 الى 67 نعم وفي 32 راح يكون 90% من مجلس النواب هو هم حزبيين كافه يعني احنا اذا الان القطار صار وهذه المحطه الاولى وبقيت محطتين ان شاء الله ونصبح كباقي الدول المتقدمه بالعمل السياسي يصبح العمل يصبح الانتخابات هي عبارة عن ممارسة. ممارسة, حزبية كاملة ومن ينخرط ومن يريد أن ينخرط في مجلس النواب يجب أن يكون حزبيا مئة بالمئة وتبدأ وحتى الحكومات تشكل على هذا الأسس كما تشكل في الدول المتقدمة والحزب. يعني آه أنا هذا يعيدني إلى السؤال اللي سألته أنه مش هين أنك أنت تكسب ثقة زملائك الأعضاء في الحزب معين وحتى تنزع عن حزب يعني الحزب اللي حضرتك تنتمي له كم عدد منتسبين له؟ احنا حوالي 12 ألف منتسب طيب 12 ألف هذا رقم وأن يكون وأن يكون فيها المرشح اللي بده يوصل إلى القائمة الوطنية هذا اختيار الـ نعم الـ اختيار, ألف. اختيار اللجنه نعم من, من ضمن الحزب يعني لجنه التي شكلت فيه وكما هو في باقي الاحزاب هي هي تنظر الى السيره الذاتيه لكل متقدم الى نعم. الانتخابات النيابيه وتنظر الى تاريخه الحزبي والسياسي والاخلاقي وهو كل النواحي بشكل عام الاجتماعيه والسياسيه والى اخره وتتم اختيار على هذه على هذه المصفوفه اذا كان الاختيار والحمد لله استطعت انه بعملي ودؤوب السياسي والحزبي ان اكسب ثقه اخواني في الحزب وقياده الحزب بان يرشحون عن المقعد المسيحي ضمن قائمه القائمه الوطنيه في هذه الانتخابات. انا بدي اسالك سؤال صريح ايهما ايهما بحس برسوخ بي بي اكثر انك تكون انت يعني نازل كمستقل ولا يكون وراك حزب يعني هذا الحزب يقدمك وياخذك و... سؤال واضح ابونا <applause> لا طبعا اكون انا مرشح حزبي اقوى بكثير من ان اكون مرشح مستقل او مرشح فردي ممكن انا اكون مرشح فردي نجاحه يكون قوي من ناحيه اقتصادية أو مادية لكن لما تكون أنت من مدعوم بحزب فأنت مدعوم ببرامج حزبية، نعم. بوراء قيادة حزبية، وراءك مفكرين، وراءك مستشارين، وراء قرار حزبي لن تخرج عن النص الحزبي وأنت ملك أصلا للحزب في أو شئنا أم أبينا لأن المقعد الحزبي هو ملك الحزب وليس ملك النائب هذه نعم. معلومة يجب أن نذكرها. ويجب أن يكون هنالك أداء الحزب في هذا الوضع أن يكون جيدا حتى لا يتم أن يتم تغيير أو تبديل هذا النائب في في يوم ما لا سمح الله ولكن كما ذكرت النائب الذي يدعم من حزب هو يكون مدعوم من برنامج مدعوم من 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 منظومه كامله تقوم على دعم هذا المرشح داخل مجلس النواب آه قديش كان في اصوات آه قديش آه حصلت مجموعه نعم جابت حبا ما يقارب 68 الف آه صوت آه اللي هو آه حزبنا حزب الاتحاد الوطني وهذول 68 الف صوت اللي هم اصوات انت اصوات اصوات اللي هي القائمه كامله قائمه نعم. 41 حصلت على 68 الف من المملكه طبعا عشان يكون التعريف ابونا والكل بيعرف انه القائم الحزبيه يمكن الانتخاب من كافه محافظات المملكه من كافه الويتها من اي مكان ممكن انتخاب مستوى على, الوطن. على مستوى الوطن نعم. نعم, كافه حصلت حصل حزبنا على ما يقارب 68 الف صوت يعني 68 ألف صوت يعني هذا رقم رقم محترم ويوصل إلى يعني بالتالي هناك تعزيز العمل الجماعي عمل الفريق العمل الحزبي لا. زي ما تفضلت في 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 برامجية اه هنا أذهب إلى موضوعة النائب الكوتا النائب المسيحي نعم آه، أنت نائب وطن نعم ومسيح آه، كيف يمكن أن يعني أن يعمل ذلك على تعزيز الحضور المسيحي شو دور النائب المسيحي بتشوفه أنت يعني بالإضافة إلى كونه أكيد في العمل السياسي نائب وطن و... وأنت نائب كل الناس لا. نائب أمة وماذا آه، يتوقع أن المجتمع المسيحي ماذا يتوقع من النائب؟ من النائب المسيحي نعم. المسيحي أبونا بشكل عام أول. وأنت لك... قبل أن تدخل إلى نعم. إلى القبة أنت كنت ناشط يعني في العمل الرعوي والكنسي والجمعي والجماعي نعم. والمجتمعى. أشكرك يعني أولاً النائب بعد أن يصبح في مجلس النواب. يصبح نائب وطن بشكل عام نعم. وهو يقوم بدوره الوطني مثلهم مثل كافه اخوانه الموجودين في مجلس النواب لكن هنالك خصوصيه للنائب المسيحي هنالك هم مسيحي النائب المسيحي يجب أن يتبنى الهموم المسيحية مهما كانت على كافة الصعد إن كانت على مستوى الكنيسة على مستوى الرعاية على مستوى القوانين المدنية عن قوانين الشخصية القوانين القضائية كل كافة الهموم يجب أن يكون النائب مطلع عليها وأن يقوم بدعم هذه لمصلحة إخواننا المسيحيين فبحب أحكي أنه إحنا دائما آه بالاضافه الى ان علينا العبء مرتين، آه عبء انه احنا آه انه انا نائب وطن وانا نائب امثل آه المسيحيين بكافه الاطياف وبكافه القضايا المطروحه وبكافه الهموم المسيحيه يا ابونا، فالهم أمين الهم وان شاء الله يكون قدها. آه 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 جهاد بيك نحن في على على الساحة الكثير من الهموم المسيحية إيش أول ما يتبادر لذهن النائب المسيحي المنتمي المهندس جهاد عبوي إيش بتحب تعمل أنت من أجل الجماعة المسيحية مثلا في قانون في كنيسة في إيش هو الإشي اللي بتحس حضرتك إنه حاب تعمله لاخوتك المسيحيين ك يعني ك... هل على 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 الساحه الاردنيه نعم. أه يعني الشغل الشاغل للمسيحيين هو قانون الارث المسيحي نعم أه وهنالك أه في تناقض بشكل عام بهذا الموضوع نعم. ويجب ان نجد الصيغه المشتركه بين كافه أه مكونات المسيحيين لنتفق وانا ويكون هنالك مخرج يرضي الجميع سواء بالطريقه القديمه بتوزيع الارث او بالحديثه بالتساوي او بالوصيه او باي طريقه يرتقي اليها فهذا هم كبير وهذا مطروح في كل مكان نجلس فيه نسال هذا السؤال فسوف نعمل على هذا القانون ان كان داخل طوائفنا او عندما يعرض علينا في مجلس النواب ويجب ان يكون لنا هنالك نظره واضحه قبل ان ان نصوت او نعطي راينا داخل تحت القبه في مجلس النواب حتى نكون جميع النواب المسيحيين متفقين جميعا على راي واحد وان نخرج بشكل حضاري وراقي امام الجميع في مجلس النواب. هذا أحد القوانين وأي هم آخر للدور المسيحي الموجود إن كان على مستوى مؤسساتنا الموجودة الكنائسية والرعوية وكافة المؤسسات الموجودة الصحية والتربوية وإلى آخره والقضائية كلها سنعمل إذا بالتعاون مع مجلس الكنائس ورجال الدين الأفاضل كافة كلياتهم على أن نكون يدا واحدة لتحسين وضع المكون الرئيسي المكون المسيحي في الأردن وهو مكون أسس له الأساس في هذا في هذا البلد ولا وليست أقلية وليس نحن بمارقين لا سمح الله سيدي أنا أحمل ها كمواطن مسيحي أنا أتحدث عن هوية أردنية هذه الهوية علينا جميعا ان نحافظ عليها ومن ابرز يعني ملامح الهويه الاردنيه انه هذه ارض مقدسه كيف تشوف انت التفاعل ما بين الكنيسه والنائب بمعنى انه هناك دور روحي للكنيسه ودور اجتماعي مجتمعي مقدر تقدر الدولة ويقدر المجتمع ونفس الوقت هناك دور يعني أنا أنا ما بمثل المسيح سياسيا لا أنا ولا المطران ولا الخور الثاني ولا اللي بمثلني سياسيا أنت أنت العضو في مجلس النواب شايف هذا التنسيق مع ال... يعني ما بين المؤسسة الدينية والمؤسسة البرلمانية ومع النواب أه خلينا أبونا نبيل نرجع شوي لورا نعم. اللي هو لفترة الانتخابات نعم. أه المشاركة المسيحية في الانتخابات للأسف الشديد أبونا هي كانت ضعيفة نعم. وهي لم تتعدى الواحد وعشرين بالمئة من نسبة المسيحيين وهذا رقم ضئيل مرخفض. ومؤسف ومنخفض نعم. أه يعني انا ما بدي الوم احنا كمرشحين وكاحزاب عملنا ما استطعنا لكن الدور الاكبر والرئيسي هو يرجع للكنيسه بشكل عام على رجال الدين ان يقوموا بدورهم بالطلب احنا نعرف بان رجال الدين يقفون على مسافه واحده من كافه المرشحين لكن هذا لا يمنع بأن يكون هنالك دعوة في الكنائس وفي كل المحافل من رجال الدين المسيحيين بتشجيع المواطن المواطن بشكل عام والمواطن المسيحي الأردني بأن يخرج إلى صندوق الاقتراع وأن يقترع بذلك اليوم وهذا سيعكس أمور كثير لصالح المسيحيين وصالح الوطن أولا لصالح الوطن بشكل عام وثانيا للمكون المسيحي الأردني بشكل خاص آه هذا هذا ب بالمرحله الاولى، فهنالك ضعف آه ما يجب عليه ما يتم عليه ان يجب ان يعمل به هو ان يتم التنسيق الكامل ما بين اعضاء مجلس النواب والاعيان المسيحيين الموجودين داخل آه مجلس النواب والاعيان الاردني مع مجلس الكنائس بشكل عام مع رجال الدين كافه على ان يتم هنالك تنسيق لاننا نحن آه نمثل نمثلكم داخل آه القبه وتحت هذه القبه لكن أنتم الذين ترشدون في النهاية إذا أي أمر تعلق بالشرع المسيحي وبشريعتنا وبالأمور الدينية نعم. فيجب أن يكون هناك تعاون كبير يمكن يكون في السنوات السابقة ما كان يكون بشكل المطلوب لكن أتوقع في المرحلة هاي وعندي تفاؤل كبير بأنه سيكون هنالك تنظيم كبير ومنسق وأي عمل منظم سينتج عنه نتائج جيدة بإذن الله أبونا جهاد بك أنت المسيحي الأردني المهندس اللي كنت يعني ناشط حزبي وأنت موظف في الدولة سؤالي الآن بعد أن وصلت إلى مجلس النواب أنت يعني كيف كنت تتمنى تشوف النائب المسيحي م. يعني وانت خارج القبه م. شو كنت تتوقع من النائب المسيحي يعمل؟ يعني كنت اتوقع من النائب المسيحي اللي انا بدي ان شاء الله الله يقدرني واعمله نعم يعني كنت انا بدي يكون النائب المسيحي ان يكون هو صوت المسيحي تحت القبه ان يكون هو من يمثله تحت هذه القبه في كل مناسباته في كل قضاياه نعم. هنالك قضايا كثيرة بمستوى الوطن لا أعرف الوقت إذا يسمح أن نذكرها هذه قضايا يجب أن تطرح وبشجاعة وبقوة وأن لا يكون النائب المسيحي تحت القبة غير شجاع يجب أن يطرح قضاياه المسيحية بكل قوة وبكل شجاعة وأن يطالب بها وأتوقع كافة النواب الأردنيين من كافه الاصول والمنابت والاحزاب السياسيه تقف اذا كان هذا المطلب مطلب حق ولكن اذا رات بان هنالك مطالبين نواب مسيحيين اقوياء ستقف معهم ولكن ان وجدت بان هنالك نواب ليس بقدر المسؤوليه لن يقفوا وراء قضايانا ان لم يكن هنالك مطالب فهاي النظرة أنا بتوقع اللي كنت أنا أحبها يكون يتمتع فيها النائب المسيحي تحت القبة وإن شاء الله, الله ربنا يقدرنا نكون إحنا قد هاي النظرة وقد هاي الأمل اللي أنا كنت أتمنى إن شاء الله, إن شاء الله. أنا يعني أريد أن أن أسلط الضوء على من هو النائب الذي ينبغي أن يكون مرشحي أنا المسيحي يعني اي نائب اي نائب اي شخص ولا ما هي صفات المرشح آه للنيابه وبعدين مع مين بدي انزل؟ باي كتله؟ باي حزب؟ مع صح مين؟ يعني اولا النائب المسيحي نبدا من مرحله الترشيح يجب ان يكون اولا مسيحيا وانا لما لما اقول مسيحي ان يكون ملتزما دينيا نعم ان يكون ابن الكنيسه وهو يكون بالدرجه الاولى ابن هذه الطائفه ابن هذه الكنيسه وليس بغريب او بعيد عن هذه الكنيسه هي في الدرجه الاولى نعم. ثانيا عندما ينتقي او عندما يريد ان يترشح او ينتقي او اذا كان في احد الاحزاب ان يكون هذا الحزب هو حزب مقبول على الساحه الاردنيه بشكل عام ومقبول لساحه للمسيحي بشكل خاص يعني لا يجوز ان انزل في حزب مرفوض من قبل الشارع المسيحي او الشارع الاردني او متناقض مع او متناقض مع طرحنا وهذا يشكل عقبه فأول صفة أول أن يكون ملتزما وثانيا أن ينتقي المكان وينتقي الحزب وينتقي الأشخاص أو ينتقي الكتلة التي سيختار أو يكون معها من ضمنها يعني هل كم نائب في عندنا يعني مسيحي بمجلس النواب؟ عندنا عشرة مجموع مجموع نعم تسعة وفازت مرشحة لنا بتنافسي عشرة أصبحنا عشرة عشرة نعم و... تسعة كوتا ونائبة بالتنافس وأصبحنا عشرة اللي هي النائبه هدى نعم النائبه هدى نفع هدى طيب يعني كيف توزيعة النواب باللجان؟ نعم اولا دعني ابونا اشرح لك الامور بشكل عام للمره نا. الاولى في تاريخ الاردن وفي تاريخ المجالس النيابيه يتم التوافق على اختيار الرئيس والمكتب الدائم واللجان فكما شاهدتم أبونا قبل عدة أيام تم انتخاب الرئيس والمكتب الدائم بالتوافق انتخاب أول شيء والتوافق داخل المكتب الدائم تم المكتب الدائم التوافق على كافة الكتل الموجودة داخل مجلس النواب ودعني أنوه هنا بأن عدد مجلس النواب الأردني 138 105 منخرطون في في تحت مظله الاحزاب السياسيه وحزب جبهه العمل الاسلامي 31 واثنان هم مستقلين ف كافه الاحزاب ان يمثلوا في المكتب الدائم باستثناء جبهه العمل الاسلامي ولكن تم التمثيل لكافة الأعضاء بما فيهم جبهة العمل الإسلامي داخل اللجان وللسابقة الأولى وللمرة الأولى عشرين لجنة تم الانتخاب تم التوافق دون انتخاب بالتوافق خلال أقل من ساعة كان العشرين لجنة متوافق عليها وانتهى الاجتماع المرة الأولى وفي المجالس السابقة كانت أسابيع وأشهر تأخذ من الوقت حتى يتم الانتهاء من اللجان كم, كم كتلة الآن في مجلس النواب تقريبا؟ في مجلس النواب في عنا ست كتل أبونا في عنا ست كتل كتلة جبهة العمل الإسلامي في كتلة ميثاق وتقدم وكتلة إرادة والوسط الإسلامي وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية اللي أنا واحد من الأحزاب اللي منخرط فيها وعندها كتلة وكتلة عزم نعم آه كيف برنامج برنامج عملك اليومي انت كنائب بدنا نحكي بالشيء الشخصي هذا بدنا نتعلم منك <applause> لا ابونا يعني حاليا الامور شويه فيها تلبك في العمل اولا لزخم العمل في داخل المجلس من حيث تشكيل اللجان والتوافقات التي نعم. تمت وهذا اخذ جهد كبير من الكتل ومن رؤساء الكتل ومن اعضاء الكتل حتى تم التوافق اللي كان في اول امس والان يتم التوافق على انتخاب رؤساء هذه اللجان ابونا فهنالك جهد يومي واتصالات يوميه مع كافه النواب كل في لجنته حتى من يرغب في ان يكون رئيسا او مقررا لهذه اللجنه تتم التشاورات والاتفاقات ما بينهم وما بين احزابهم والرجوع الى احزابهم والى مرجعياتهم حتى يتم الاتفاق عليها. شو الايام اللي هذه جلسات؟ لا بعد لم يتم لم يتم إحنا جلسنا جلستين ولكن سيتم في الأيام القادمة سيكون هناك يومين أو ثلاثة أيام أتوقع يومين في الأسبوع نعم وأغلب يكون اثنين واربعاء على نعم ما أظن اه انت ب باللجنتين باللجنتين شو نعم باللجنتين لجنة البيئة والمناخ واسعى ان اكون هذا هذا <applause> <هاد لك تصفيق> <applause> يعني آه نعم آه لاني انا ابونا حكيت لك انا <applause> ابن ابن الهم البيئي وامين صح. عام حزب البيئه لسنوات طويله هي وحده آه نعم. البيئه والمناخ والثانيه اللي هي لجنه التوجيه الوطني والاعلام انا كمان عضو فيها لحد الان طيب نعم. في لجنه البيئه نعم اللي بنتمنى لانه انت لك باع طويل في هذا العمل اشكرك وبعدين خلفيتك العلمية كمهندس وأنا بعرف قديش في عندك شغف لهذا الموضوع إيش الإشي اللي بتحب تعمله ك يعني كبرلماني في في البيئة هيك آه يعني شو, شو برجع برجع لعشرة للسنوات الأولى اللي أسسنا فيها الحزب ورفعنا شعار كبير وهذا الشعار لقى يعني استجابة بكافة <applause> المواطن الأردنية <applause> والشعار كان كالتالي أردن نظيف خالي من التلوث فكان هذا أكبر شعار <applause> شعار هذا شعار كان الحزب الخضر الأردني أردن نظيف خالي من التلوث والآن سنعمل على هذا المفهوم بكافة مفاهيمه إذا استطعنا أن نجعل الأردن نظيف وخالي من التلوث نحن هذا ليس بطرف فكري هذا من أكبر الهموم الموجودة حاليا في العالم كافة دول العالم تعمل على الهم البيئي بالدرجة الأولى وهذا هم سياسي قبل ما إن يكون هم بيئي بالدرجة الأولى ومعظم حتى قيادات الدول المتقدمة تعطي اهتمام وكان مؤتمر ابونا وانت كنت مشاركا فيه قبل فتره في العاصمه الاذربيجانيه في باكو نعم صحيح. كان هنالك المؤتمر البيئه العالمي نعم. واتوقع انه هنالك انفاق كبير وضخم جدا على ما تم تأثير تاثرت به الكره المناخ. من التاثير المناخي والاحتباس الحراري نتيجه الصناعات والى اخره الموجوده فيه واتوقع ان ابونا انت اكثر تفيدنا كنت مشارك فيه في المؤتمر وهنالك المليارات تصرف من اجل تعديل الوضع المناخي بشكل عام بدي شيء محدد من جهاد بيك ايش هو الشيء اللي حابب تعمله فيما يخص البيئه في مجلس النواب في مجلس النواب يعني ايش القانون اللي انت بتحس انه لازم لازم نعمله حتى يعني وانت بهذه الخبره السياسيه وفي في الموضوع البيئي ايش ايش بتحب انت انك لا. تروج له داخل البرلمان وان يمرر قانون ويصادق عليه حتى تشوفه يمكن اكثر يمكن اكثر من قانون يعني يكون اكثر من قانون يعني بس انا بحكي ابونا بالدرجه الاولى ان يكون هنالك اشراك للبرلمان وللاحزاب السياسيه ولمجلس النواب دائما في دراسات ممثلين لهم في دراسات الاثر البيئي، آه. هنالك مشاريع كبيره في الاردن شكرا لم يتم فيها يتم فيها دراسه اثر ولكن نتفاجا بان بانه عندما تبدا بالعمل هذه المشاريع نلاحظ بان هنالك تلوث كبير في في او ناتج عن هذه المشاريع فتكون هذه الدراسه اتوقع انها غير كافيه لعدم مشاركه هذه الاطراف التي ذكرتها فهذا يجب ان انا برايي ان يكون ثانيا بهمني انه انه نقدر اذا استطعت ان اكون رئيسا لهذه اللجنه او حتى وانا عضوا فيه بان نجلب اكبر عدد ممكن من المال للاردن من الخارج من الدول التي قامت بالتلوث وبالاحتباس الحراري وبكل هذا التلوث البيئي العالمي وأن نستطيع أن نعالج ما نقدر فيه على مستوى الموجود في الأردن بيئيا ومناخيا على الممارسة اليومية وين بتشوف في أكثر شيء ملح علينا نتعلمه في البيئة وحول البيئة والمناخ ونحافظ عليه حافظ على بيئتنا بالأردن إحنا آخر عشرين خمسة وعشرين سنة كان واضح عندنا تأثير وتراجع وتراجع سلبي للأثر البيئي على المناخ وعلى الحياة اليومية ايش ايش بتحب تشوفه يعني توصله للناس فيما يخص المحافظة على البيئة انت من موقع الخبير بهذا الشأن يعني اول شغلة هو الاستخدام السيارات والعادمات ابونا هو اكثر شيء يعني بأثر على المواطن يومي أثناء ذهابه إلى الدوام أو العمل أو أي مكان أي مكان شاء هنالك استخدام مفرط لوسائل الاتصالات المواصلات في كل بيت عدد من السيارات لا. تستخدم كافة وهذه الملوثات والعوادم تؤثر بشكل كبير على البيئة وعلى صحة المواطن بشكل عام هذا نحكي بالدرجة الأولى يجب ان يكون هنالك مره اخرى مواصلات عامه ونقل عام كافي ويخدم المواطن الاردني ويكون بشكل درجه اولى كهربائي وغير ملوث اسوه بكافه الدول المتقدمه وهذه دول من السبعينات والثمانينات تستخدم الباصات وكافه الوسائل الكهربائيه نعم. الغير منتجه عواد عوادمها لهذه العوادم لل دخان الذي يؤثر على المواطن بشكل عام ثانيا اطالب كمان برضه الحكومه ان يكون هناك تسهيلات على اللي هي كل الوسائل اللي الكهربائيه المستخدمه وهنالك تسجيل للمواطن من كان من ضرائب ومن جمرك والى اخره حتى يتم المواطن باستطاعته شراء وانتهاء من السيارات الاخرى اللي هي البنزين والديزل حتى يكون هنالك بشكل عام تخفيف على البلوشن والعوادم بشكل نعم. عام أنت بلجنه ثانيه نعم no. توجيه الوطني والاعلام والاعلام نعم no. ايش احنا هون في منصه no. اعلاميه نعم no. نور سات وهي منصه بحمد الرب no. بحمد الله هي منصه اعلاميه رصينه يعني ترسل رساله طيبه تدعو الى الاحترام المتبادل كرامه الانسان في 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 وسط هذا الجو المحموم حولنا في هذه المنطقه العربيه وفي وفي العالم كله شو شو رسالتك وانت الخبير السياسي المتمرس شو رسالتك الاعلاميه اللي بتحب تشتغلها وتقدمها يعني دعنا ابونا نتحدث بشكل عام عن التوجيه الوطني نعم. يعني بشكل عام النائب الاردني يجب ان يكون امثوله لكل مواطن اردني من ناحيه انتمائه السياسي والوطني بشكل عام وان يكون هنالك حرص على المدافع عن قضايا الاردن كافه وان نقف صفا واحدا كلنا خلف قيادتنا الهاشمية هي التي سباقة وتسبق جميع الأحزاب وسبقت كل المؤسسات الموجودة في الأردن في تقدمها في الطرح الوطني وهذا الطرح المقبول أردنيا وعربيا وعالميا فيجب أن نكون نحن بهذا التوجيه سباقين وداعين في كافة آه فئات المجتمع وأولهم المسيحيين بأن نكون ذو انتماء وطني حقيقي صادق لهذا الوطن م. لقضيتنا وللقضية الفلسطينية التي يدافع عنها جلالة الملك بكافة المحافل وكافة آه السبل آه وفي الإعلام مرتبط في التوجيه الإعلام هو الأداة وهو السلطة القوية وأقوى السلطات الموجودة ودائما يجب أن نكون هناك الاعلام ان نكون نحن معه حتى هو يكون معنا ويجب آه. ان نكون دائما نتعامل مع الاعلام النظيف الـ الـ ليس الاعلام الاصفر الذي لا يخدم مصالح الوطن بل يكون هناك اعلام وطني حقيقي يساهم في ان يخرج مفهوم وصوره الاردن بيضاء دائما باذن الله ان شاء الله ان شاء الله آه. جهاد بيك كل بخير وانتم بخير احنا اقتربنا من اعياد الميلاد نعم وانتم بالف خير يا رب اه واحنا بنعرف انه انت قريب من من الكنيسه وانت اه مؤمن رجل مؤمن اه الرب يباركك انت أشكرك وبيتك وبارك مسيرتك خليك اه على وجه العيد شو بدنا نقول للناس؟ بدي نقول للناس اولا كل عام وانتم بخير وان شاء الله تيجي سنه جديده وسنه ميلاديه افضل واجمل بكثير من السنوات السابقه وخصوصا من السنه الماضيه التي سبقتنا لانه يوجد هنالك كما هو طفل المغاره السيد يسوع المسيح هنالك اطفال في غزه قتلوا وجرحوا وحرموا من الدفء ومن الامهات ومن الاباء وشردوا فنقول ان شاء الله للجميع كلنا يد واحده نمدها الى اخواننا واتمنى في فلسطين طبعا وفي غزه بالتحديد ولاي مكان يوجد فيه معاناه ونحن المسيحيين دائما ندعو دعاء السلام وندعو دائما الى ان يكون هنالك توقف لأي حرب موجودة لا بل نصنع السلام قبل أن ندعو وأن يكون هنالك محبة بين الجميع وأن نتمنى للأردن قيادة وشعبا وكافة مؤسساته بالتقدم والنجاح وأن هذه الغمة على على هذه المنطقة أن تزول وترجع ويعم الازدهار بشكل عام على وطننا وعلى هذه الفترة تكثر فيها الاحتفالات والبازارات no. والمهرجانات والأ... أنت بكرة معزوم عندنا نعم <applause> no. آ... آ... شو بتوجه رسالتك لأ... آ... المسيحيين حول كيف نمد يد العون إلى, أكيد. إلى أخوتنا في في غزة في الضفة الغربية في لبنان في كل المناطق المتالمة نعم. نعم نعم يعني آه حتى نختم نعم. 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 برساله يعني محمدها. هاي هاي ابونا المناسبات اللي تقوم بها الكنيسه بكافه مؤسساتها إن كانت اخويات او كشافه نحن ندعمها وغدا بكره ان شاء الله في افطار هذا ريع هذا الافطار سوف يكون لدعم الاطفال بشكل عام ان كان في الاردن او في لبنان او في فلسطين او في غزه ونطالب الكافه الكافه المسيحيين وغير المسيحيين بان يقوموا بالمشاركه بهذا الافطار من اجل المساهمه والدعم بشكل عام و هنالك بازار كمان غدا سوف يكون بازار تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن وإن شاء الله هذا البازار كمان ريعه كمان سيكون لهذا الدعم التي الذي ذكرته إن شاء الله أتوقع الإفطار أني أخطأت أنه الإفطار سوف يكون خلال الأسابيع القادمة وغدا نعم. هو سوف يكون البازار نعم. نعم, جهاد بيك فرحين فيك ونحن مبسوطين وشكرا على تربيتك الدعوه أه وانت اكرر هذا الكلام للمره الثانيه والثالثه بانك انت نائب ابن الكنيسه وكنت تحمل هم الكنيسه واحنا كنيستنا فرحه فيك وفي وطننا نحن فرحون بكل الاخوه النواب الذين وصلوا الى العبدلي ليكونوا صوت الرقابه والتشريع من اجل خير الانسان وخير هذا الوطن اجدد لك الشكر واحبتنا هكذا تاتي هذه الحلقه الى نهايتها بعد ان استمعنا الى تجربه وشهاده وراي وفكر سعاده النائب المهندس جهاد عبوي النائب عن قائمه وطن لحزب تيار الاتحاد الوطني, الوطني والذي جاء الى البرلمان بمقعد للمقعد المسيحي ليكون نائبا للامه المسيحيون في وطننا هم جزء من هذا المجتمع الطيب وهم مع اخوتهم يرسمون كل يوم لوحه في الاتفاق وفي الموده وفي السعي الى التسابق من اجل خير الانسان يحبون وطنهم يحبون عرش وطنهم يحبون ملكهم يحبون بعضهم بعضا يحبون جيشهم وقواتهم الامنيه ويحرصون على ان يكونوا دوما السند نحن ننظر الى مجلس النواب وكلنا امل بان تترسخ من خلال هذه التجربه الجديده في العمل الحزبي ان تترسخ البرامج التي يعمل عليها ومن اجلها اخوتنا في البرلمان ان تكون برامج الاحزاب التي تحرص على خدمه الوطن. شكرا لقائد الوطن الذي رسم هذا الانجاز ويرسم كل يوم انجازا وشكرا لكل الاوفياء والشرفاء من ابناء وطننا الذين يحبون الله والوطن والملك في هذا هذا اللقاء وفي ختامه اجدد لكم الشكر ومعكم اشكر ضيفي سعادة النائب المهندس جهاد عبوي واقول لكم انا وضيفي نتمنى لكم اسبوعا خيرا مباركا حتى نلتقي في الاسبوع القادم لكم كل امنيات الهناء والعافيه والسلام والسلامه تصبحون على خير <تصفيق> 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 شكرا, شكرا. <تصفيق>